صلاح، عدى صلاح، عدى صلاح ولا هدف. ويسجل الهدف الاول والفرحه اولى واول اهداف محمد صلاح مع الفيولا في ثاني اللقاء الرسمي ليه محمد صلاح. هذه العاده مره ثانيه، هذه الباصه السحريه الجميله بكعب القدم من اللاعب بابكار، وتحرك كله ممتاز من نجم مصر ونجم طبعا مصر كلها محمد صلاح. صلاح وخواكين وجابها شمال اثنين التيتش وفارغاس. محمد صلاح فرانك ترتاح، استلام ايه من لمسه واحده، لمسه واحده كان يجرى ايه، لمسه واحده الله عليه. محمد صلاح يتقدم مع جيلاردينو، اقتحم منطقه الجزاء في الوقت المناسب، يسجل ثاني اهدافه ويسجل اول اهداف اللقاء. حي على الفلاح، عملها محمد صلاح وجماهير فيورنتينا ترتاح. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي، دائما متفائل. 54 والخساره امام الريال، ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء في دوري ابطال اوروبا في اول نهائي لهذه البطوله.